اسرار القمه بين الاهلي والزمالك وارتباط الناس بالقمه دي جه من فين؟ جه من طبعا انت ده المنافس التقليدي ليك في مصر، ان ده نادي الزمالك يعتبر نادي كبير في مش في مصر بس، في افريقيا كمان، محقق بطولات افريقيا كتير جدا وعريق افريقيا وعربيا، نادي كبير وليه احترامه وتقديره. فمن هنا جات المنافسه، ودايما هو الند القوي دايما في كل بلد في العالم بيبقى دايما في ديربي قوي موجود. اكيد خلاص، دايما الانديه الكبيره في العالم كله بيبقى ليها ديربيات معروفه. ده الديربي القوي في مصر معروف، هو الاهلي والزمالك، ده الند، الفريق الند دايما للنادي الاهلي. حتى هو لو اختلفت البطولات، يعني الاهلي بيمتلك بطولات كبيره جدا طبعا، لكن يبقى الزمالك منافس. حتى لو في فارق كبير بين الفرقتين في الدوري بتفضل هي دي القمه، حتى لو في فرق نقاط كبير. ما بالك بقى انت بتتكلم عن ماتش يخليك متصدر الدوري وماتش يبعد منافسك بالترتيب الدوري، عشان كده انت كمان مباراه حاسمه، انت بتتكلم في مباراه حاسمه، وخلي بالك هي في اسابيع كتيره، بس المباراه دي هيبقى ليها دور كبير قوي في الدوري. اكيد، لان دايما معروف النادي الاهلي دايما لو اعتلى القمه هيبقى ليه بيفرط فيها مستحيل من رابع يعني المستحيلات. مش عايز اقول مستحيل يعني، بالظبط. احنا برضه يا ميدو كنا فارقين قبل كده، نادي الزمالك كان فارق 12 بونت عننا. احنا في السنه دي كمان كنا بنلاعب الزمالك، الماتش ده تعادلنا 0-0، كان ماسكنا الكابتن زيزو. الكلام ده تقريبا في 2013 او اخر 2013 يعني، كان ماسكنا الكابتن زيزو وتعادلنا الماتش ده 0-0. قبل المباراه على طول قالوا ان احنا هنخسر المباراه دي بفارق كبير. فاكر انا الحمد لله عملنا، احنا كده كده كنا حاسمين الدوري اصلا، انت متخيل، والماتش ده تعادلناه وكنا عاملين مباراه قمه في الروعه. فدايما المباراه القمه دي ملهاش معايير بالظبط وحسابات خالص. الفرقه الاقوى التزاما وهدوءا في الملعب هي اللي هتكسب. ده اللي هساله لينو القدس، ده اللي هساله لينو. القمه مهما كانت، الاهلي جامد جدا، الاهلي كسبان كل ماتشاته، الزمالك مش عارف ضعيف، لا العكس، الزمالك جامد جدا، ملهاش معايير. لا خالص. تيجي يوم الماتش زي ما شريف بيقول بقى، اديني معايير حقيقيه يوم الماتش ايه اللي بيحصل. لا، ماتشات الاهلي والزمالك عامة، حتى لو الاهلي بعيد او الزمالك بعيد زي ما انت بتتكلم، لا ليه عارف، ليه مقاييس خاصة وليه اسلوب تاني، وتحس اللي هو ملوش توقعات. يعني الناس تقول لك مين هيكسب، لا ملوش توقعات، بيبقى خارج التوقعات. ممكن يبقى مثلا الزمالك مش في الفورمة او ماشي بشكل مش كويس، بس ممكن يكسب. الاهلي نفس الحكاية، فده بيبقى ليه استعدادات خاصة. طبعا انت لعبت ماتشات كتيرة اهلي وزمالك وشريف وانا، كل ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى ليها حسابات تانية خالص خالص، بغض النظر عن الترتيب، الاهلي فين الزمالك فين، فده بيبقى ليه استعدادات خاصه وليه قصص تانية خالص. وبيبقى فيه بقى يعني غير الاداء وغير توفيق بتاع ربنا، ممكن تلاقي ماتش مثلا مقفول خالص يا شريف وفجاه يفتح. ده حقيقي، يبقى مثلا 2 3 4 فاهم، حصلت مره 4 3 4 3 وممكن تلاقيه مقفل خالص، مثلا يخلص 1-0 او 2-0، فهو ملوش مكياس. 6-1 وفي 6 بتاع بيبو يعني، فاهم، بتبقى المباراه يا اما بيبقى مقفول قوي، يا اما لو الماتش مفتوح ممكن يفتح يعمل. لا مش قصدي، انا قصدي بس انا قصدي مش قصدي فيه من قبل الهوا، انا مش قصدي بتكلم معاك. اتفضل يا كابتن.